مساء الخير لك المتابعي زاجروس تي في، مستمرين بتغطيتنا لفعاليات مهرجان أربيل الدولي للمسرح بنسخته السابعة وبمشاركة عدد كبير من الدول الأجنبية والعربية. ومعنا اليوم ضيف من الأردن، مخرج وممثل سينمائي ومسرحي حسام حازم. أهلا وسهلا فيك حسام، نورتنا بقناة زاجروس وبأربيل والمهرجان. أهلا أهلا، مساء الورد، شكرا على الاستضافة الجميلة، شكرا على المهرجان اللطيف. أهلا وسهلا فيك. فيك تخبرنا اليوم حسام شو بيمثل في مهرجان أربيل؟ أنا مشارك اليوم في مسرحية تخريف ثنائي ضمن فعاليات مهرجان أربيل، رح تنعرض بكرة إن شاء الله بتاريخ 16 شهر الحالي. طيب تخبرنا أكثر عن المسرحية، عن شو الموضوع وشو رح يكون له تأثير في مهرجان أربيل بما يخص الشعب الكردي اللي راح يحضر المسرح. 100% في البداية المسرحية بتحكي عن زوجين بيعيشوا في منزل وسط منطقة فيها حرب، ولكن هم مش مهتمين في الحرب اللي بتدور في الخارج، هم عندهم مشاكلهم الخاصة اللي طول المسرحية وهم عم بتناقشوا فيها بطرق قد تكون سخيفة أحياناً، ولكن هي بالنسبة لهم هاي الصورة المثالية للنقاش، وناسين الحرب اللي عم بتصير برا وناسين كل الكوارث اللي عم بتصير، وهم عم بتناقشوا أو بحاول كل واحد يفرض رأيه ويفوز في النقاش هذا. مهتم جدا في أنه المسرحية رح تنعرض في مهرجان أربيل. المهرجانات بشكل عام، المسرحية والسينمائية حتى، هي فرصة كثير حلوة عشان تلتقي بالوفود الثانية، بالثقافات الثانية. يعني على قد ما هو مهم أنك تعرضي العمل في مهرجان، مهم برضو أنك تاخدي أو تحضري مسرحيات ثانية حتى لو كانت بلغات مختلفة ممكن ما تكوني بتفهميها، بس هي فكرة الفرجة المسرحية أو ممكن تكون مسرحيات صورة مثلا ما فيها حتى حوارات، بس بتوصل رسائل معينة عن طريق الموسيقى، عن طريق الرقصات أو طيب أنت كحسام شو هو الشيء اللي بتطلع له حتى تغني تجربتك الإخراجية من خلال الدول المشاركة؟ طبعا بكل دولة طبعا في إلها تجربتها التي تحترم طبعا، وكل دولة منهم بتتبع لمدرسة معينة في الحركة الفنية، فمهم الواحد على طول يضل يتابع أعمال حتى يكون عنده تغذية بصرية وتغذية فنية كافية. أنا مهتم أحضر أكبر عدد ممكن من الأعمال. للأسف إحنا ما قدرنا نكون موجودين من أول يوم لأنه كان عندنا مهرجان في الأردن، فعبين ما خلصنا العروض وإجينا، بس من ما وصلنا لحد آخر يوم في المهرجان مهتم أحضر كل العمل لكل دولة رح تكون موجودة. طبعاً رح يكون في سؤال آخر، أنه طالما خلصت مهرجان وأجيت على مهرجان آخر، هذا السؤال رح أطرحه بعدين في المقارنة ما بين تنظيم المهرجانين. حابة أسألك اليوم، أنت كشخص غريب عن البلد جيت تشوف ثقافة أو حضارة شعب آخر، كيف ممكن هاي التجربة تأثر على تجربتك الإخراجية خصوصي الشعب الكردي؟ نحن كنا بالكواليس عم نحكي زياراتكم بالداون تاون ومنطقة القلعة واحتكاككم بالشعب الكردي، فكيف ممكن هاي التجربة تأثر على تجربتك الإخراجية؟ طبعا هلا أول إشي للأمانة إحنا كنا حتى من امبارح من أول ما وصلنا بنحكي انه ما حسينا كثير بالاختلاف، لانه الشعب الكردي شوي بشبهنا يعني في الاردن، فكثير كثير حتى الشوارع، طبيعه الحياه، شكل الناس كثير قريب منا، فالواحد بحس حاله انه ما بعد كثير. مع ذلك في المباني شكلها مختلف، التقسيم الجغرافيا مختلف، الناس نفسهم كيف بتعاملوا، كيف يعني الناس هم بتحسيهم دائما هيك مبتسمين فرحانين هيك، فهذا كله هاي الاشياء طبعا بتتسيب في مخزون الواحد في عقله اللاواعي، اكيد بتاثر في التجارب، في الاشياء اللي راح تصير لقدام.
لو الواحد بده يعمل شيء جديد، بده يكتب شيء جديد بخص مثلا مكان بيشبه اربيل، ممكن يكون عنده يستحضر هاي المواقف طبعا. نعم، وكان عندي سوري كان عندي سؤال بخص المسرحيه يلي حتقدموها في المهرجان، من وين اجت فكره او السيناريو تبع المسرحيه تخريف ثنائي؟ هلا تخريف ثنائي هو نص عالمي للكاتب يوجين يونسكو، بنتمي للمدرسة العبثية، بس تم إعداد النص ليناسب شوي الطبيعة اللي احنا منعيشها والظروف اللي احنا منعيشها من قبل المخرجة وفريق العمل. طب ليش انه اخترتوا هذا إخراج هيك نوع من المسرحية مثلا؟ إذا أجينا على الأردن بلد مستقرة ما فيها حروب خارجية، شو السبب اللي خلى أنه أنتم تتوجهوا لهذا النوع من المسرحية؟ 100% هي فكرة المسرحية بعبثيتها تحتمل أكثر من معنى وتحتمل أكثر من تأويل وأكثر من تفسير، فهي مش شرط إحنا نحكي عن بلد، إحنا ممكن نحكي عن الشخص نفسه، يعني الصراعات اللي بتصير معاه في الحياة في الشغل وفي البيت، ومع هيك بيكون عنده صراعات داخلية ممكن تكون مشتتة ومعيقة له، وممكن ما يعني ما إلها أي داعي، ومع هيك بتعطله عن حياته. فهو النص ممكن يسقط على أي شيء، مش بالضرورة بلد، مش بالضرورة مكان جغرافي، ممكن شركة فيها كثير مشاكل وتقلبات وهيك، وناس في مكتب، فهي الفكرة مطاطة وتحتمل أكثر من تأويل وأكثر من تفسير. نعم. طيب شو بتكون النتيجة أو النقطة اللي حابين توصلوها للمشاهد من خلال هذا العمل؟ هلا احنا دائما في الأعمال الفنية ما بنبحث عن حل، احنا بنعطي المشاهد كل المفاتيح والكلوز الممكنة وبنعطيه هو الخيار كيف يحلها. بس الرسالة اللي احنا بنحكيها في هذا العمل او مقولة العمل، عندما لا تكون الحرب فهي الحرب مع ذلك. الحرب اللي موجودة في كل مكان في كل زمان، مش بالضرورة تكون حرب سياسية او حرب، ممكن تكون حرب نفسية، حرب داخلية. نعم، يعني مثل ما حضرتك تفضلت انه الباب مفتوح لجميع انواع التأويلات، ممكن شخصية، ممكن على سبيل عائلة شركة، فبصفي كيف الشخص يتعامل مع هاي المعركة، وهذه هي رسالة المسرحية. نعم. كان سؤالي قبل ما نوصل لهي النقطة انه كنتوا حضرانين مهرجان بالأردن وجيتوا دغري على مهرجان أربيل، فممكن تعمل لي مقارنة عن تنظيم المهرجان في الأردن أو غيرها من المهرجانات اللي حضرتوها قبل مع مهرجان أربيل الدولي للمسرح، من خلال التنظيم، من خلال الأعمال المشاركة والدول، ويعني من هي التفاصيل؟ 100% أول إشي المهرجان اللي كنا مشاركين فيه هو مهرجان الأردن الدولي للمسرح. بصراحة ما شفت، يعني ما شفت كثير اختلافات. حكيت لك في البداية أنا بحس كثير الأجواء بتشبه بعض. حبيت كثير التنظيم هون، حبيت أنه شغلة قد تنقص شوي من مهرجاننا في الأردن، أنه ما في هالتنوع كثير في الدول. احنا مهرجان عندنا في الأردن مهرجان عربي أكثر من أنه دولي. هون حبيت أنه في دول كثير مشاركة مش عربية، هون مشارك روسيا، أوكرانيا برضو. طب تعقيبا على هاي قبل ما نوصل، شو رأيك بمشاركة دولتين فيها خلينا نقول أنه شوية خلافات موجودة ومشاركين بنفس الوقت بنفس المهرجان ولنفس الرسالة، فكيف بتشوف هيك نوع من التواجد المكاني والزماني بهيك مهرجان؟ هاي هي الغاية الرئيسية من الفن، هذا هو هاي الرسالة اللي بقدمها الفن. في أي خلاف سياسي، الخلاف بيكون بين الحكومات مش بين الشعوب ببعض. الفن هي اللغة اللي بفهمها الكل، شو ما كانت لغاتهم، شو ما كانت معتقداتهم، شو ما كانت اتجاهاتهم. الفن بيجمع كل الناس، بينهم حرب، بينهم خصامات، بينهم نزاعات. فأنا بشوف أنه المشاركين بتخيل أنهم بيحكوا لغة الفن بعيداً عن أي ظروف سياسية، قد لا يكونوا قد لا تكون آرائهم متفقة أصلاً مع آراء الحكومات هاي،
لكن هم عندهم رساله بدهم يقدموها، وهدول عندهم رساله بدهم يقدموها، وهذا الشيء اللي جمعهم بعيدا عن فهي اي صراعات. رساله سلام، خلينا كمان نقول حتى ولو اذا كان في خلافات طبعاً سياسيه. طبعا ولهيك وجد الفن اصلا للسلام. نعم، حبيت كثير هاي النقطة منك. شو بتحب توجه رسالة للشعب الكردي من خلال مهرجان أربيل الدولي للمسرح؟ أول شيء بحب أشكر إقليم كردستان كله. أنا كثير في إلي أصدقاء أكراد وأصدقاء عراقيين عايشين في كردستان. كثير كنت حاب أزور الإقليم قبل هيك. ممتن انه اجتني الفرصه عن طريق المسرح. بشكرهم جدا على هذا التنظيم، على هذا على فكره انه يكون في مهرجان بيجمع كل هاي الدول. يعني لحد الان على قصر تجربتي بقدر احكي لك انه مستعد اعيد التجربه مرتين وثلاثه بعد هيك. معناتها مثل ما حضرتك تفضلت، فينا نشوفك بدورات لاحقة بالسنوات القادمة. طبعا طبعا طبعا، بشرفني جدا. نعم، أول حضور. أهلا وسهلا فيك. كنت معنا اليوم من الأردن حسام حازم، تشرفنا بمعرفتك وإن شاء الله نشوفك بالأعمال القادمة. شكرا شكرا كثير، أنا لي الشرف أكثر. شكرا مشاهدينا الكرام، وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. إلى اللقاء.